مرحبا، مساء الخير وشكرا لمشاركتكم معنا في التحليل الفني المسائي من شركة وينزور. تاريخ اليوم 21/12/2012، معكم عمر الفودة. نبدأ بتحليل اليورو. طبعا الاتجاه السابق كان صاعد، ونرى أنه انتهى عند مستوى 1.3300. بنشوف انه كان في محاولتين اختراق هذا المستوى، لم يستطيع، فاصبح لدينا نموذج الانعكاس الدبل توب، فكانت اول اشارة ان الصعود قد انتهى، وفعلا نرى انه استمر في الهبوط. نرى انه حاليا هبط 130 نقطة. ننتبه اذا تم رسم القناة الصاعدة. أنه خرج من التداول داخل هذه القناة، فكانت إشارة أيضا انعكاس. ذهب من التداول فوق المتوسط المتحرك إلى أدناه، أيضا إشارة انعكاس. وأخيرا نرى أن لدينا مستوى دعم سابق، نرى قاع هنا وأيضا خلال جلسة اليوم، ولكن الآن نرى أن استطاع الهبوط أدناها، فنحن سنراقب هل سيتم إغلاق أكثر من شمعة أدنى هذا المستوى حتى نتأكد أنه تم كسر مستوى الدعم، أم سيعود إلى فوقها، وفي هذا الوقت يصبح في حالة تراوح حتى نرى مرة أخرى ارتفاع فوق 33.00. طبعا نحن ننظر على رسم البياني مدى الساعة. نرى أنه كما قلت معظم المؤشرات إشارات هبوط. نرى أيضا مؤشرات هبوط من مؤشرات الزخم، الـ MACD أدنى مستوى الصفر، والمومنتوم 22 تحت مستوى 100، إشارتين هبوط. إذا ذهبنا إلى رسم البياني مدى الـ4 ساعات، نرى أن الإشارات تختلف بعض الشيء. طبعا الدبل توب لا يزال يوجد، ولكن نرى أنه التداول فوق المتوسط المتحرك، مما يعني إشارة صعود على الـ4 ساعات، ولكن كان إشارة هبوط على مدى الساعة. فنظرية الهبوط على مدى الـ4 ساعات أضعف من الساعة. مؤشرات الزخم أيضا نرى إشارات ارتفاع على مدى الـ4 ساعات، كانت إشارات هبوط على مدى الساعة. فيجب الانتباه للفرق في الإشارات ما بين الرسم البياني على الـ4 ساعات وعلى مدى الساعة. الاسترليني أيضا كان في اتجاه صاعد، نرى أنه انتهى في تاريخ 19/12 عندما وصل إلى 63.00. أيضا نرى تشكيل دبل توب، كانت أول إشارة أنه سينعكس. من المفروض كان أن نرى قمة أعلى من القمة السابقة، ولكن أيضا شفنا هبوطه تقريبا 100 نقطة، تجاوز المتوسط المتحرك 55، ويتداول أدنى نقطة المدار 62.70. مؤشرات الزخم أيضا إشارات هبوط، فكل الإشارات على مدى الساعة بتعطينا هبوط. أيضا ممكن رسم قناة صاعدة. تؤخذ من أدنى نقطة إلى أعلى نقطة، ونرى أنه خرج من هذه القناة في تاريخ 19/12. فحسب المؤشرات الفنية على مدى الساعة، نعم تم انعكاس الاتجاه الصاعد، وأصبح لدينا اتجاه جديد هابط. تقريبا نفس النظرية نرى على الدولار مقابل الياباني، ارتفاع صاعد سابق كما نرى هنا، أيضا انتهى في تاريخ 19/12 وصل إلى القمة 84.60، وهو الآن في حالة تراوح. لا نستطيع أن نقول أنه في اتجاه هابط حتى نرى كسر أو هبوط أدنى 83.85. طبعا يمكن رسوم خطوط اتجاه حتى تمثل تحرك السعر.
فنرى أنه لدينا نموذج المثلث، ما يعني تراوح، محاولتين فاشلة في اختراق 83-85، فيفضل الانتظار حتى نرى إغلاق شمعة أو شمعتين أدنى هذا المستوى حتى تكون لدينا إشارة جيدة أنه سيستمر في الهبوط. ولكن نرى من خلال القمة هنا التي كانت أوطى من القمة السابقة أنها كانت علامة سيئة للاتجاه الصاعد السابق. طبعا في حالة الصعود كما نرى في السابق، من المفروض أن نرى كل قمة تكون أعلى من القمة السابقة، مما يعني تواصل الاتجاه الصاعد. دولار مقابل السويسري اتجاه هابط سابق كما نرى هنا، انتهى في تاريخ 19/12 عند وصوله 90/85، ارتفع ثم عاد إليها ليحاول اختراقها، فشل مرة أخرى، ومن ثم نرى صعوده أيضا تقريبا 100 نقطة. هذه 100 نقطة نستطيع أن نقول أنها ليس فقط ارتداد ولكن انعكاس. تجاوزت المتوسط المتحرك 55 وارتفعت فوق نقطة المدار 91/20. فقط في حال هبوطه مرة أخرى أدنى هذه النقطة 91/20، نقول أنه قد يحاول مرة أخرى على القاع ويواصل الهبوط، ولكن إذا تم التداول فوقها سنقول أن لدينا اتجاه صاعد جديد، يمكن رسم خط اتجاه جديد كما نرى هنا حتى يمثل هذا الصعود. نرى ارتفاعات ولوات أعلى على التوالي، مما يعني أيضا أول إشارات الاتجاه الجديد الصاعد. أيضا نرى مؤشرات الزخم تعطينا إشارات صعود. بالنسبة للذهب، نحن نرى يجب الذهاب إلى الرسم البياني مدى الـ4 ساعات حتى يتضح متى بدأ الاتجاه الهابط، كما نرى في تاريخ 26/11 من سعر 1750 تقريبا ليصل إلى أوطى سعر 1635. إذا هو يرتد الآن، ذلك ارتداد طبيعي، يستمر التطلع هبوط، ولكن إذا ارتفع فوق 1660 تكون أول علامات الانعكاس، أي يكون ارتفع فوق نقطة المدار والمتوسط المتحرك 55. طبعا ممكن معرفة نقاط المدار لكل الأدوات المالية من التقرير الذي يوجد على الموقع. مؤشر الأسهم داو جونز نرى بعد انتهاء الاتجاه الصاعد عند 13330 هو في حالة تراوح ما بين هذا المستوى والـ30/50. نرى محاولة هنا اختراق الـ30/50، ولكن الشمعة لم تغلق أدنى هذا المستوى، مما يعني أنه كان كسر فاشل، وفعلا نرى أنه عاد يرتفع فوقه، فيجب نرى إغلاق شمعة أو شمعتين فوق المقاومة أو أدنى الدعم حتى يكون لدينا إشارة صعود أو هبوط. أيضا نرى انعكاس على النفط، فخلال التحليل الذي شاهدناه الآن بالنسبة لكل الأدوات المالية نرى انعكاس لكل الاتجاهات السابقة، وأيضا نرى ذلك على النفط. أيضا نموذج الدبل توب نرى هنا عند 90/50 هبوط إلى أدنى المتوسط المتحرك 55 بعد كان التداول فوقه، وخروج من القناة الهابط الصاعدة. فكل المؤشرات حتى نقيم الاتجاه الصاعد أصبح لدينا إشارات أنه انعكس وأصبح لدينا اتجاه جديد هابط. إذن شكرا لاستماعكم.